أذكر أنه في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم 17 أيار من 1984 فوجئنا أنه كان مرة واحدة برق ورعد شديد جدا، وتسمع الصوت بشكل يعني بخوف مش طبيعي مش مألوف. وهذا وقت عنا احنا بكون عز الصيف، يعني الربيع والصيف والشجر كله أخضر والثمر عليه. فوجئنا لما بدأت كنا تكبس كبس شديد جدا، مطر زخ كأنه في منطقة زي المناطق الموسمية. احنا اقبالي بالضبط هناك من انا كنت شباك هون، وطلعنا على الوادي اللي على يميني. الوادي اللي مني وتحت كان واد غير معبد، وكان ما في الا واد في شجر، والمحلات كانت قليله. فوجئنا ولا المطر ارتفع بشكل مفاجئ الى اكثر من متر عن مستوى الارض. وهاي الوقت وقت اللي هي طلابنا وأولاد المدارس بيروحوا من المدارس، فالكل كان خايف على أولاده وبده يشوف أولاده. الكل بدأ اللي بالذات الشباب والناس اللي فيهم مروة بدأوا يحاولوا يدوروا على أولاده ونقضوهم مشان يطلعوهم أو فقورهم وكذا. من ضمن المفارقات اللي أنا بنساهاش إنه الناس هبوا لنجدة أولادهم بغض النظر ابنه مش ابنه، الكل يحاول ينقذ هالأطفال واللي كانوا على الجهة الأخرى اللي مشان يصلوا بيوتهم ويضمنوا سلامتهم. اثنين، بعض الأشجار اقتلعت ومشت مع الواد، مشت مع الواد وراحت. حتى أنا أذكر من ضمن الحوادث اللي كل الناس ما بنسوها في هذاك الوقت إنه ثلاجة لواحد صاحب محل على الشارع سحبتها المية ولكوها في المحطة. أذكر بالضبط إنه قطعوا حتى السبل في أولاد مدارس المخيم النصر، كان في وادي صحيح قبال المدرسة، فكل الناس هبوا من أجل إنه يقدر يروح أولاده ويضمن سلامة أولاده، إنه كان الوضع مش طبيعي ابدا، وضع مش طبيعي. اثنين، وادي الرمم هذا اللي بيجي اللي هو اسمه شارع يرموك الان، هذا كان ضيق المعبد وكانت الميه تاخذ ارتفاع عالي جدا لدرجه توقفت كل السيارات وبداوا الناس يقطعوا بعضهم باسلوب كل اربع خمسه يمسكوا بيدين بعضهم حتى يقدروا يطلعوا على الجانب الاخر. في تلك اللحظات كان الناس كلها مندفعة ومندهشة لما حدث، وكان في تعاون مش طبيعي بين الناس، تكافل تضامن، الكل يدور على ابنه غير ابنه، الكل بده يشتغل بده يتعاون من أجل إنه يتغلب على هالموقف اللي صار، هالمية وقوته اللي مش طبيعية اللي لما كانوا يعني الواحد ينزل كأنه يجازي مجازفة من أجل إنقاذ الآخرين يضحي بنفسه. في هذيك اللحظة احنا كنت في يعني انا معلم في مدارس الوكالة وكان اولادنا صغار، فكنا نخاف عليهم كثير جدا، والكل من الصغير والكبير ونتخاف انه يصير في ولد اشي، يعني مسؤولية كبيرة جدا احنا علينا كمدارس واشي. ففعلا اثبتت هذيك اللحظات متانة العلاقات الاجتماعية في مجتمعنا الاردني الفلسطيني في المجتمع اللي احنا فيه. أسرة واحدة ما بغض النظر مين، الكل بده ينقذ، الكل بده يوقف موقف يخدم فيه الآخرين. الشيء المهم جدا اللي أنا فعلا أقول لك إياه، بعد لحظات هيك بعد ما صارت السيول وعامد الدنيا وأفقنا من يعني هذا، وجدنا اطلعنا شوية يعني احنا الآن انت مبين علينا جونا في جو شوية برودة وشوية مطر وشوية شمس عادي، بس انت في الصيف مش طبيعي انك مرة واحدة تشوف مطر شديد ينزل وبعد
ساعة زمان أو أقل من ساعة زمان فوجئنا ولا الطقس رجع صافي وإنه الجو رائع جدا وكلنا ويا الله هذاك منظر مش طبيعي يعني. بين فعلا إن هذه كانت نتيجة سحابة صيف على عمان وجاية بشكل كثيف جدا وفعلا يعني ذهلنا وكان موقف لا ينسى أبدا ولن ننسى لا أنا ولا من كان معي في زماننا وعاش المعاناة أو عاش القصة والحادث اللي صار. وكان في أثمان منها يعني سيارات انضربت راحت أولاد يعني لولا أن الناس اللي واقفين أنقذوهم راحوا في السيل وجزء منهم بجوز أنه تعرض لشغلات مش طبيعية. حقائب مدارس راحت، كتب راحت، أشياء كثير راحت. لكن فعلا يعني فعلا هذا مش طبيعي اللي صار. وضع أنا بقول أنه فعلا ذكرى لن تنسى للأبد يعني من ذاكرتي ولا من ذاكرة اللي عاش في هذيك المرحلة.